السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، أهلا بكل مشاهدي قناة الأهلي في كل مكان، وحلقة جديدة من الأهلي الليلة. كون مع حضراتكم علشان نتكلم في كل الأمور الخاصة بالنادي الأهلي، ونتكلم بشكل عام في الكرة المصرية والرياضة المصرية. معنا أخبار كتيرة خاصة بالنادي الأهلي بعد ما حضراتكم شفتم وتابعتم الحفلة الخاصة بتكريم كل أولاد النادي الأهلي الحاصلين على كل الألقاب والبطولات، وهنتكلم عليها في فقرة الأخبار. لكن زي ما حضراتكم عارفين أن خلاص النهاردة يوم الاثنين، يعني خلاص أيام قليلة تفصل النادي الأهلي عن مباراة السوبر أمام نادي الزمالك يوم الجمعة القادم الساعة 8 في ملعب برج العرب في الإسكندرية. لكن قدر دايما النادي الأهلي أنه يكون تحت ضغوطات، تركيز كبير جدا وتركيز شديد جدا من لاعبي النادي الأهلي بعد العودة من رحلة سفر طويلة جدا، وبعد العودة أيضا من مباراة في دور ال 32 في دوري أبطال أفريقيا، وفوز مهم. طبعا ما شفناش المباراة، لكن كلنا من نتيجة المباراة حتى لو كان الخصم مش قوي، لكن بعد رحلة سفر طويلة 4 ساعات لأديس أبابا وبعديها 12 ساعة إلى غينيا، فما فيش إرهاق، بسم الله ما شاء الله. الجهاز الفني دايما في الوقت القصير اللي اشتغل فيه واللي كان موجود فيه تعامل بدنيا كويس جدا مع الفريق من أول يوم وصلوا فيه فريق النادي الأهلي، وتمرينهم في فندق الإقامة ولعبهم المباراة ونفوز 2-0 خارج ملعبهم. هو ده النادي الأهلي دايما، النادي الأهلي دايما معودنا أفريقيا يفوز بره وجوه. النادي الأهلي عمره ما كان بيفوز فقط في ملعبه وبره ملعبه يكون عنده مشكلة. النادي الأهلي نادي كبير جدا ودايما بيفوز بره وجوه، هو ده النادي الأهلي الأفريقي اللي احنا متعودين عليه. عندنا ثقة كبيرة جدا ويقين في مستر ريني فايلر إن هو يرجع لنا الأهلي اللي دايما بيفوز بره وجوه. بره زي ما حضراتكم شفتوا اللي وصلنا ليه من تربع على العرش في القارة الأفريقية في بطولة دوري الأبطال، وحلمنا بالفوز بالبطولة والتأهل إلى كأس العالم للأندية. لكن إن شاء الله موسم 2019-2020 ووجود مدير فني من مدرسة لأول مرة يكون موجودة مع النادي الأهلي، إن شاء الله يكون وشها حلو ويقدر يحقق لكل الأهلوية حلمهم الأكبر. لكن هرجع تاني للقدر، القدر دايما بيكون بيلعب دوره مع النادي الأهلي، القدر دايما مع النادي الأهلي بيكون صعب جدا، ضغوطات، ماتشات صعبة، بطولات، تخرج من بطولة تخش في بطولة، وهو ده حال النادي الأهلي وحال كل من يرتدي تيشرت النادي الأهلي وحال من يدير منظومة النادي الأهلي، سواء في الإدارة الخاصة بمجلس الإدارة أو الإدارة في الفرق كلها بشكل عام، الفرق الرياضية. علشان كده بقول لحضراتكم إن خلاص مفيش وقت، النادي الأهلي بيعود من غينيا امبارح، بيتمرن النهاردة الفريق كله علشان يستعد المباراة قوية جدا يوم الجمعة القادم، مباراة جديدة في بطولة جديدة، نستعد الموسم جديد بعد قرعة وبعد تحديد أيضا مواعيد المباريات الخاصة بالنادي الأهلي، وأول مباراة إن شاء الله هتكون أمام نادي سموحة على ملعب برج العرب. بطولة السوبر ما فيش شك إن هي بطولة مهمة، نضيف للبطولة السوبر مباراة نادي الزمالك، وكالعادة دايما مباراة أهلي وزمالك هي بطولة من طابع خاص، جمهور النادي الأهلي بيتمنى ويسعى، وده اللي احنا دايما متعودين عليه، ان احنا نفتتح البطوله او نفتتح بطوله الدوري بلقب السوبر. لقب السوبر يا سلام بقى لو من الغريم او من المنافس التقليدي للنادي الاهلي ونادي الزمالك، تبقى حاجه يعني اكيد حاجه تفرح كل الاهلاويه. لكن كلنا دايما مركزين على تيم النادي الاهلي، عارفين ان فريق النادي الاهلي كله عندنا فيه ثقه، عندنا يقين ان هو يقدر يحقق لقب البطوله اللي هتكون دافع مهم، دافع لحاجتين، دافع لبطوله الدوري المصري الممتاز، ودافع ايضا في بطوله في مباراه العوده في دوري ابطال افريقيا. ما حدش يقول احنا كسبنا 2-0 خلاص نرمي بطوله افريقيا على جنب ونركز في السوبر بس، هقول لحضرتك لا، احنا بنركز في السوبر وبنركز في افريقيا وبنركز في الدوري العام، ثلاث بطولات كلهم ليهم علاقه ببعض، كلهم بيعطوا دفعه الى الامام، كلهم عايزين النادي الاهلي فيهم يشتغل بشكل قوي زي ما احنا هنتابع معاكم الاخبار، علشان نادي الاهلي زي ما احنا متعودين ما بنفرحش، ما عندناش وقت للفرحه، بنخرج من فرحه نركز في المباراه اللي بعديها علشان نفرح 24 ساعه عشان نخش في مباراه دوري. الفرحه في النادي الاهلي لا تدوم، الفرحه في النادي الاهلي دايما مرتبطه باحداث ومرتبطه ببطولات، دايما قدر البطل كده،
ان انت تكون قافل على نفسك، ان انت تكون مركز، ان انت تكون عندك برنامج بتمشي عليه، مش ماشي بشكل عشوائي. انت مش نادي صغير عشان تمشي بشكل عشوائي، او مش نادي لسه جديد متعود او مش متعود على الاضواء والشهره اللي موجوده. فعلشان كده دايما بيكون عندك مسؤوليات، بيكون عندك يعني خطه وسيستم وبرنامج تمشي عليه. هترجع من افريقيا عندك سوبر، هتخلص سوبر تخش على الدوري، هتخرج من الدوري قرعه دوري ابطال افريقيا دور المجموعات، هتلعب مع ثلاث فرق تانيين، بتفكر في دور الثمانيه، هتفكر في دور الاربعه، هتفكر في نهائي البطوله الافريقيه. عندك احداث دايما مرتبطه ببعضها. علشان كده بنقول لجمهور النادي الاهلي كله اللي هيتفرج على الماتش ان شاء الله واللي هيكون موجود في الاستاد، دايما الكلام الطبيعي اللي انا هقوله واللي كابتن اسلام هيقوله واللي باشمهندس عادل والاستاذ ابراهيم نيسا هيقولوه واللي محمد سعيد والامير واستاذ كابتن ميدو، كلنا عندنا نفس الكلام وكلنا عندنا نفس الاحداث وكلنا عندنا نفس المسؤوليات. جمهور النادي الاهلي ان شاء الله كلنا ورا فرقتنا، كلنا دايما في ظهرنا في ظهر بعض، نشجع بعض، مفيش خروج عن النص. الناس اللي هتكون موجوده في الملعب ان شاء الله مفيش خروج عن النص، نركز مع فريقنا بس. عايزين ان شاء الله تكون بدايه محترمه لعوده الجمهور يعني علشان نكمل بقى، نكمل من 5000 ل 10000 ل 20000. بنشكر طبعا الدوله المصريه، بنشكر كل القائمين في الاتحاد المصري لكره القدم على اصرارهم على اقامه المباراه بجمهور. طبعا في الاول كان في طموح عالي ان هو يكون 20 و20، يعني 40000 متفرج، لكن 10000 متفرج في مباراه اهلي وزمالك بقى لنا سنين طويله جدا المباراة ما بتتلعبش أبدا بجمهور، وكان السوبر على طول بيتلعب برا مصر، بيتلعب في الإمارات، سواء كان في اقتراحات يتلعب في السعودية، لكن دايما كان السوبر المصري بين الأهلي والزمالك. حتى الأهلي والمصري اللي نادي الأهلي لعبه أخيرا وفاز به في دولة الإمارات كان أيضا خارج مصر، لكن كان بوجود جمهور، والجمهور هو روح كرة القدم. فما تحرموناش من وجودكم بعد كده، ما تحرموناش أن أنتم تكونوا موجودين، علشان كرة القدم معمولة للجمهور. الجمهور هو اللاعب رقم واحد، مش 12 في لعبة كرة القدم. الكرة تلعب للجمهور، أبدا ما ينفعش يكون مسرح خالي من المشاهدين، علشان هم الوقود الحقيقي للعبة كرة القدم. علشان كده تاني جمهور النادي الأهلي والزمالك أيضا اللي موجودين، نتمنى عدم الخروج عن النص، نتمنى دايما الوقوف وراء فريقك أيا كان، أهلي أو زمالك، زمالك أو أهلي، كلنا إن شاء الله عندنا نفس يعني نفس الشعور، هو إن كل واحد بيشجع فريق، كل واحد يتمنى إن فريقه يفوز. طبعا يعني نتمنى توفيق للفريقين، نتمنى إن المباراة تخرج بشكل محترم، نتمنى إن المباراة تخرج بالشكل الذي يليق بالكرة المصرية، بعد ما أكيد شفنا تنظيم كبير ل بطولة كأس الأمم الأفريقية. فإحنا نتمنى أن إحنا العالم اللي بيتابع المباراة من كل حتة يبقى عارف أن مصر وجماهير الأهلي والزمالك قادرين على إخراج أي مباراة بالشكل الذي يليق بالكرة المصرية، علشان عندنا بطولة دوري نتمناها تكون بجمهور، نتمنى بطولة دوري أبطال أفريقيا يكون أيضا بجمهور، علشان الجمهور يعود مجددا إلى الملاعب المصرية ويزينها كده، عشان لما بنشوف ملعب من غير جمهور بيبقى المباراة كئيبة، مباراة ملهاش أي طعم ولا ليها أي ريحة ولا ليها أي نوع من أنواع الإثارة. لكن تخيلوا حضراتكم مباراة فيها جمهور، فيها هتافات، فيها أغاني وأناشيد وتشجيع للعيبة، وتنده على اللعيب اللي أنت بتحبه وتشجع اللعيب اللي أنت عايز ترفع من روح معنوية. كلنا شفنا اللفته الطيبه اللي جمهور الاهلي عملها تحت بيت مؤمن زكريا، ويا سلام على جمهور الاهلي اللي دايما مش بينسى ابدا ابدا لعيبته. حضراتكم اي كلام بيتقال غير كده الكلام ده مش صحيح 100%. النادي الاهلي بيقدر ابنائه طبعا 100%، وكلنا اكيد عارفين المعلومه دي، ومش اول مره تحصل. النادي الاهلي وجمهوره ابدا ابدا لا ينسى اي لاعب ولا ينسى اي فرد في منظومه الكره او في منظومه النادي الاهلي او في منظومه رياضيه بالعابها المختلفه، علشان دايما يكون واقف جنبه، علشان دايما يشجعه، ودايما النادي الاهلي مصلحته في مصلحه ابنائه، اللي دايما بيكون حابب ان هم يكونوا في المقدمه، في المقدمه يكونوا رقم واحد. علشان كده بقول لحضراتكم جمهور الاهلي عمل لفته طيبه جدا جدا مع مؤمن زكريا في وجوده تحت بيته، وتشجيعه وهتافات واغاني لحد ما مؤمن نزل لهم وسلم عليهم وتصور معاهم، وهو ده الروح اللي دايما بنتمناه ما بين اللعيبه وبين الجمهور، علشان زي ما بقول لحضراتكم اللعيبه بتاخد الدافع من الجمهور، والجمهور بياخد الدافع بتاعه من فوز ناديه ومن اداء
لعبته في الملعب رجاله، دايما الجمهور بيحس ان انت راجل قوي، فدايما يشجعك قوي، ودايما الجمهور يكون مبسوط. جمهور النادي الاهلي جمهور ذواق بيفهم في كره القدم. ممكن ما تكونش موفق في المباراه، ممكن ما تكونش عامل يعني عامل نتيجه ايجابيه لصالح الجمهور، لكن الجمهور الاهلاوي بيحس دايما ان انت بيكون عامل مجهود، ان انت ما كانش عندك حظ ولا توفيق ان انت تكسب النهارده، لكن عملت مجهود، عملت اللي عليك، موت نفسك في الملعب، الجمهور يحبك ويشيلك فوق دماغه. جمهور النادي الاهلي بقى كمان عنده ميزه ثانيه، ده الجمهور الطبيعي، لكن الجمهور الاهلاوي دايما لا قدر الله النتيجه كانت سلبيه وما عملش اللي عليك، يديك فرصه واثنين وثلاثه وعشر علشان ترجع لمستواك، عشان جمهور الاهلي دايما بيشيلك الكويس وابدا مش بينسى ولا بينكر جميلك ولا بيعمل اي حاجه، وعارف ان انت تعبت وشقيت، وطول ما انت بتتعب وبتشقى جوه النادي الاهلي هتاخد حقك ثالث ومثلث، وطول ما انت مش بتتعب هتتعب غصب عنك علشان خاطر تاخد في الاخر اللي تستحقه. ما دام دخلت النادي الاهلي والبوابه، اعرف ان انت في مسؤوليات جديده اتحط عليك، اعرف ان انت في ضغط جديد يعني هتكون عايش فيه. لعيب النادي الاهلي في لعيبه كتيره جدا بتيجي وبتمشي، لكن اللعيب اللي بيكمل، اللي بيستحمل الضغوطات، اللي بيستحمل يعني جو البطولات الاهلي عايش فيه، زي ما حضراتكم شايفين مباراه لبطوله لمباراه لبطوله. النادي الاهلي فيه لعيبه ممكن تكون موجوده دلوقتي، يعني قفشه متولي، لعيبه ديانج، اللعيبه اللي لسه جايه اهي عندها مباراه يوم الجمعه ببطوله، ما كملتش شهر في النادي الاهلي وعندها بطوله، لو كسبت ان شاء الله، ان شاء الله نكسب بطوله اتحسبت ليهم، دوري ابطال افريقيا، بطوله الدوري، الكاس، كل ده حضراتكم بيتحسب للاعبي كره القدم. فبالتالي اللاعب لازم يكون عارف مدى الضغوطات ومدى الحرمان اللي لازم يتحرم من خلال وجوده في النادي الاهلي، وده زي ما حضراتكم عارفين طبعا. اخيرا قبل ما نروح للاخبار، ده قدر لاعبي النادي الاهلي اللي بيتم اختيارهم من قبل النادي الاهلي علشان يمثلوه في لعبه كره القدم وفي اي بطولات. النادي الاهلي نادي كبير، نادي عريق، نادي بطولات، وبالتالي لن يسمح ابدا في التفريط في اي بطوله الا طبعا بقدر ربنا والمشيئه الالهيه. علشان كده نبدا معاكم بقى اخبارنا سريعا قبل ما نستقبل ضيفنا اللي هيكون موجود معانا، كابتن مصر وكابتن النادي الاهلي الكابتن محمود صالح، وايضا رئيس لجنه اكتشاف المواهب بالنادي الاهلي. هنتكلم معاه عن مباراه السوبر، هنتكلم معاه عن بطوله افريقيا، بغض النظر عن مباراه افريقيا الاخيره اللي احنا ما شفناهاش، لكن طبعا هنتكلم بشكل عام، وهنتكلم ايضا في مباراه السوبر الاهلي والزمالك، وهنتكلم ايضا في ملف بطوله الدوري المصري الممتاز. لكن هنبدا بالخبر الاهم، وهو خبر تكريم مجلس الاداره لابناء النادي الاهلي، واللي كرمه بوجود الكابتن محمود الخطيب واعضاء مجلس الاداره اللي كانوا حريصين على تكريم ابناء النادي الاهلي في كل اللعبات وفي كل المجالات. شفنا حفل في فرع النادي الاهلي بمدينه نصر زي ما حضراتكم شايفين، كنا على الهواء مباشره لمده 3 ساعات، لكن طبعا تحقيق انجازات وبطولات افريقيه وعربيه وعالميه لابناء النادي الاهلي خلال الفتره الماضيه. كابتن رؤوف عبد القادر مدير النشاط الرياضي رشح 125 بطل من ابناء النادي الاهلي لتكريمهم في الحفل، وزي ما حضراتكم عارفين التكريم ده بيكون تاكيد لسياسه مجلس الاداره في دعم وتكريم اللاعبين اللي حققوا انجازات سواء على المستوى العربي او الافريقي او العالمي مع النادي او المنتخبات الوطنيه، وده دايما بالاضافه الى تحفيز جميع اللاعبين في النادي لبذل الجهد وتحقيق الانتصارات والالقاب، وطبعا ده شأنها شأن علو اسم النادي الاهلي في كل المجالات. حاجه كمان شفناها، يا ريت لو حضراتكم بتتفرجوا نعرضها دلوقتي قدامكم، وهو تكريم مؤمن زكريا. مؤمن زكريا زي ما حضراتكم شايفين النادي الاهلي ابدا ابدا لا ينسى ابنائه، وفي علاقه وفاء بين النادي الاهلي واعضائه ورموزه على مر التاريخ، ومواقف مجلس الاداره ومواقف النادي الاهلي بتبان. اغنيه مؤمن زكريا وتكريمه قدام 125 بطل وقدام مجلس الاداره وقدام الاعضاء، اعتقد ان حاجه مشرفه جدا، وحاجه بتدل على مدى العلاقه اللي ما بين مجلس الاداره وبين الرموز والاعضاء ولاعبي النادي الاهلي في كل المجالات، وان مجلس الاداره يوم يسقف لمؤمن زكريا، وان اللاعب كمان مسافر يوم الخميس ان شاء الله، وده على فكره من بدري بتحدد له كل الامور، مش حاجه لسه جديده، لكن زي ما حضراتكم عارفين هي بس يعني اللي قريب قوي واللي متابع قوي يكون عارف الكلام ده. فدي كانت لمسه وفاء رائعه واكثر من رائعه من مجلس الاداره تجاه مؤمن زكريا زي ما حضراتكم شايفين، فيديو واغنيه ومشاهدة من 125 بطل ومجلس الإدارة، وزي ما حضراتكم شايفين كله قام يعني تعالوا نروح كده نسمع جزء من الأغنية
الخاصه بمؤمن زكريا وانا معاكم كده. احنا اخواتك معاك، اوعى تفكر في شيء، خليك مؤمن يا مؤمن، بكره هترجع يا مؤمن وتكمل الطريق. الميت مليون وراك، احنا اخواتك معاك، اوعى تفكر في شيء، خليك مؤمن يا مؤمن، بكرة هترجع يا مؤمن وتكمل الطريق. طبعا ما فيش كلام يتقال بعد ما حضراتكم شفتوا لمسه الوفاء اللي ما بين مجلس الاداره وكل الابطال اللي كانوا موجودين والاعضاء ايضا اللي كانوا موجودين تجاه مؤمن زكريا. هو زميل في الاول وفي الاخر، لكن مؤمن زكريا عنده اراده قويه، وان شاء الله عشان كل اللي كان بيتكلم ويقول ان مؤمن زكريا يعني مش موجود هنا في قناه النادي الاهلي، لكن مؤمن زكريا انا بتواصل معه على طول. مؤمن زكريا ان شاء الله بعد ما يرجع من المانيا ان شاء الله ان شاء الله يكون موجود معنا هنا في قناه النادي الاهلي، وهنتكلم معاه في كل حاجه، مش بس هنتكلم في الاصابه، هنتكلم معاه في مشوار حياته كله زي ما حضراتكم متعودين في سهره معه. دايما ما حضراتكم متعودين بنحاول نجيب لكم كل النجوم اللي موجوده، نجوم الاهلاويه على مر التاريخ. ان شاء الله يوم الثلاث بكره كابتن اسلام الشاطر هيكون مع واحد من نجوم النادي الاهلي الكابتن محمد بركات في سهره من 11 لواحدة علشان يتكلموا في كل الاحداث وكل التفاصيل اللي حضراتكم عايزين تعرفوها عن الكابتن محمد بركات. مكملين معاكم في الاخبار ونروح لفريق كره القدم بالنادي الاهلي وريني فايلر يصوب الاخطاء في المران الجماعي. اكيد بعد العوده من افريقيا في بعض الاخطاء المستر فايلر بيحاول ان هو يصححها ويحاول يشتغل عليها مع فريق كره القدم قبل مباراه يوم الجمعه ان شاء الله، وده امر طبيعي جدا بالنسبه لمدير فني لسه جديد على الفريق ولسه اللعيبه جديده عليه. جلسه ما بين فايلر والكابتن سيد عبد الحفيظ قبل انطلاق المران، شيء طبيعي جدا يكون في تنسيق واجتماعات اول باول بين الكابتن سيد ومستر ريني فايلر لتنسيق كل شيء، لتنسيق المرحله اللي جايه والامور القادمه والوقوف على كل ما هو جديد وكل ما هو قادم واحتياج الفريق الاول. وايضا لو في بعض النقاط من الكابتن سيد حابب يوضحها للجهاز الفني ده امر طبيعي جدا. محمد محمود يشارك في الميران البدني. محمد محمود لاعب النادي الاهلي اخيرا بسم الله ما شاء الله بعد عوده من الاصابه بيشارك مع الفريق الاول بالنادي الاهلي في الميران البدني، وبيكمل التمرين مع اللعيبه اللي ما شاركتش في مباراه كانو سبورت الغيني، وبالتالي محمد محمود اعتقد ان دي اول مره يشارك في ميران كامل منذ تعافيه من الاصابه. ربنا يا رب يرجعه بالف سلامه ويحفظه من الاصابه اللعينه اللي جات له في بدايه تعاقده مع النادي الاهلي، واحد من اهم اللعيبه اللي موجوده سواء للنادي الاهلي او منتخب مصر. مستر ريني فايلر يطلب تسجيلات لنادي الزمالك، وده امر طبيعي جدا ان الراجل ما اتفرجش على نادي الزمالك بشكل مفصل، لازم يكون في تسجيلات ومباريات وماتشات واكيد اتفرج عليهم في اللقاء الاخير في البطولة الأفريقية، وبالتالي بدأ يحط إيده على نقاط القوة ونقاط الضعف في فريق نادي الزمالك اللي إن شاء الله هيواجهه بعد أربع أيام في السوبر المصري على ملعب برج العرب إن شاء الله. كابتن سامي قمصان الفوز الافريقي دافع قوي للاهلي قبل السوبر. طبيعي جدا ان كابتن سامي قمصان مدرب النادي الاهلي قال ان صعوبه المواجهه ما بين الاهلي والزمالك في مباراه السوبر، لكن المباراه اكيد تحظى باهميه كبيره، كونها ما بين طرفين مهمين جدا الاهلي والزمالك وقمه الكره المصريه، غير انها سوبر المصري وهتتحسب بطوله لايا كان مين فيهم اللي هيكسب. لكن كابتن سامي قال ان ما حققه النادي امام فريق كانو سبورت الغيني طبعا هو يعني دفعه معنويه قويه قبل المباراه، وزي ما بقول لحضراتكم مكسب بيجيب مكسب، ان شاء الله ده اللي احنا هنشوفه وهنعيشه وهنحسه في مباراه يوم الجمعه القادم، واحنا ان شاء الله بعد المباراه بنحتفل بلقب النادي الاهلي وفوزه بالسوبر المحلي على نادي الزمالك ان شاء الله. اخيرا مباراه عايزينها في اطار الروح الرياضيه، مباراه محترمه من الجمهورين، ومباراه ايضا تخرج من اللعيبه بشكل يليق بسمعه ومكانه الكره المصريه. نتمناها مباراه خاليه بدون اي اصابات، نتمناها مباراه فيها امتاع لكل عشاق كره القدم المصريه والافريقيه وكل عشاق كره في الوطن العربي، وان شاء الله ربنا يوفق الجميع. والنادي الاهلي ان شاء الله نتمنى فوز النادي الاهلي، كنا واحد من عشاق ومشجعين النادي الاهلي، وايضا نتمنى التوفيق لنادي الزمالك. نروح لفاصل ونرجع نستقبل بعديها نجم النادي الاهلي ونجم منتخب مصر الكابتن محمود صالح.
اهلا بحضراتكم من جديد. وزي ما قلت لحضراتكم قبل الفاصل، معايا واحد من نجوم النادي الاهلي، لنتكلم معاه عن البطوله الافريقيه، نتكلم معاه ايضا عن مباراه يوم الجمعه ان شاء الله في السوبر المحلي بين الاهلي والزمالك، وهنتكلم معاه عن مشوار النادي الاهلي في الدوري العام، وهو نجم مصر ونجم النادي الاهلي، الكابتن محمود صالح. كابتن مرحب بحضرتك. الله يخليك كابتن. منور يا كابتن. الله يخليك يا عمر. صحتك ايه؟ الحمد لله. هنتكلم يا كابتن في الكوره، لكن قبل الكوره عايز اعرف راي حضرتك في تكريم 125 بطل في حفله اعتقد تليق باسم ومكانه النادي الاهلي، ودي مش حاجه جديده على النادي الاهلي ان هو يكرم ابنائه اللي حصلوا بطولات مع النادي الاهلي او مع المنتخبات بشكل مختلف. ده شيء جميل وشيء طبيعي، ودي يعني من سمات النادي الاهلي تدعيم المنتخبات الوطنيه الحقيقه باكبر عدد واكبر ابطال على المستوى الدولي، زي ما حضرتك قلت البطولات اللي هي على المستوى المحلي والمستوى الدولي برضو في تمثيل لبعض اللاعبين للنادي الاهلي. يعني تكريم كويس مفيش شك، بيدي دفع حته الرياضي. كابتن مؤمن، يا كابتن راي حضرتك فيها ايه؟ كان في حته تكريم لمؤمن ان كان في اغنيه وفي عرض على الشاشه وان مجلس الاداره يعني سقف، وحته معنويه كويسه لمؤمن قبل ما يسافر المانيا، شايفها ازاي يا كابتن محمود؟ اتمنى له الشفاء العاجل الحقيقه باذن الله. على فكره مؤمن كان الفتره اللي لعبها كان مؤثر جدا مع النادي الاهلي طبعا، وساهم بشكل كبير حقيقي في فوز النادي الاهلي في البطولات طوال السنوات السابقه القريبه الحقيقه، ودوره كان دور مهم الحقيقه، وانا شايفه من اللاعبين، انا مش بجامله الحقيقه، انا ده احساس حقيقي طبعا، وده يعني من اللاعبين المخلصين للنادي الاهلي الحقيقه. قدروا انما ان شاء الله يعني كلنا بندعي له، يعني في ملايين بيدعوا له اكيد، يعني ده كابتن بسم الله ربنا يستجيب لنا ان شاء الله. يعني نادرا لما نلاقي لاعب كره قدم يكون عنده يعني محنه او اصابه، وتلاقي كابتن الناس بتحبه قوي تقف جنبه كده. اللي انا شفته مع مؤمن ده موضوع غريب جدا، موضوع كابتن عجيب، يعني الناس كلها بتدعي له وتقف جنبه، والجمهور يروح له تحت البيت، يعني حركه جمهور الاهلي راح له تحت البيت ومؤمن نزل لهم. فده كابتن لما بيحصل كده اعتقد ان ده بيساعد اللاعب نفسي جدا جدا على انه يرجع من الاصابه في الحته اللي هي المعنويه والنفسيه. هو مفيش شك النادي الاهلي دايما تلاقي نجومه مرتبطين بالنادي قوي، جماهير النادي الاهلي تلاقيها مرتبطه باللاعب ومرتبطه بالنادي قوي، الروح دي جميله. يمكن مش عايز اقول بننفرد بيها، بس على الاقل يمكن هي سمه مهمه من سمات يعني اجواء النادي الاهلي بين جماهيره وبين المسؤولين وبين اللاعبين، دايما الاجواء دي موجوده الحقيقه. وحتى اللعيبه اللي بتعتزل وبتقعد فترات طويله بعيد عن النادي وبعيد عن الاعلام بتفضل دايما شايله الذكريات الجميله مع النادي وارتباطها بالنادي. ويمكن جت حاجه في ذهني برضه دلوقتي، كان معايا يعني صديق جارنا وصديقنا المهندس سعيد حامد الحقيقه، ده عايش في لندن بقاله اكتر من 40 سنه، فمره دخل معايا النادي فلقى الناس بتسلم عليا، يعني انا كنت بتسلم لسه اقول لحضرتك بتسلم على اللعيبه القدامى. فقال لي ده بره مش كده خالص، قال لي اللعيب مجرد اللعيب ما بيبطل خلاص علاقته بالجماهير حتى بتكون منتهى. كان مبسوط قوي، الناس بتشوف اللعيبه القدامى، وجي لعب معانا في فرقه الشمس بقى في دايما اللعيبه القدامى بتاعتنا، فلقى الجماهير كان في ساعات في نفس التوقيت كان تدريب للنادي وفي جماهير وكده، فلقى بيسلموا على اللعيبه القدامى وحافظينه وما اعرف، قال لي الروح دي مش موجوده بره، مجرد ما اللاعب بيبطل خلاص يمكن علاقته بالجماهير بتبقى ما بتبقاش فيها تواصل زي هنا. قلت له لا، هي الاجواء بيتميز بيها النادي الاهلي. بس يا كابتن حضرتك بتتبسط لما تلاقي نعرك، يعني شوف حضرتك مبطل بقالك كام سنه كابتن محمود، وجمهور الاهلي دايما لما بيشوفك يسلم عليك ويطمن على صحتك ويشوف ويعرف اخبارك ويقول لك يا كابتن محمود حضرتك فين مختفي، يعني ده كابتن اكيد يعني دي العلاقه الطيبه، وايضا دي جوه كابتن محمود صالح يعني بتحسسه ان هو الجمهور الاهلي ده مختلف عن اي جمهور. طبعا هي روح، دي روح المصريين الحقيقه، روح الحنين دايما للذكريات والعلاقات الطيبه بين الناس وبعضها جميله جميله يعني الحقيقه. كابتن محمود، ماتش الاهلي وكانو سبورت احنا عايزين، مش هقول حاجه تابعتها ازاي، يعني احنا سمعنا احنا ما تابعناش، عرفنا الاهلي كسب 2-0، يعني التشكيله الشناوي احمد فتحي ايمن اشرف متولي معلول السوليه وحمدي فتحي الشيخ وقفشه رمضان صبحي ومرام محسن، ده كان تشكيل النادي الاهلي اللي بدا بيه المباراه. يعني احنا صعب نتكلم عليها فنيا، احنا هنتكلم يا كابتن محمود دوري الابطال، مباراه في دور ال 32، مباراه خارج ملعبك كسبت 2-0، عندك مباراه يوم الجمعه سوبر، هل حضرتك شايف ان المباراه نتيجتها وان هي دور ال 32 ممكن تخدم النادي الاهلي وان هي هتدي له دفعه معنويه كويسه قبل ماتش يوم الجمعه اللي جاي، وان هو ممكن تخفف عليه التفكير في مباراه العوده؟
لازم يكون طبعا بنفس التركيز ونفس احترام المنافس يعني. طبعا يا كابتن مفيش شك. احنا مره خرجنا من البن الاثيوبي تمام تقريبا كان الـ الـ في الخارج كانت 0-0 وهنا تقريبا كانت 1-1 وخرجنا يعني بس كان ليها ظروفها طبعا لان العناصر الاساسيه كانت بتلعب البطوله العربيه في تونس تمام. انما مهم جدا احترام المنافس تحت طبعاً. اي ظروف مهم تاخد الموضوع بجديه. انت الجديه مطلوبه في التدريب حتى مش مباطره رسميه. انت بتنزل ملعب سواء تدريب او مباراه وديه او مباراه رسميه لازم تاخدها في منتهى الجديه. المباراه طبعا هتبقى الى حد ما ان شاء الله الفوز يعني ان شاء الله نحققه بامكانياتنا. انما الفوز خارج الملعب بقى لنا فترات طويله الحقيقه انا مش متذكر اخر مباراه يمكن ما انا كابتن قلت النادي الاهلي بدا ان هو يرجع لنا نغمه الفوز بره ملعبنا وجوه ملعبنا في افريقيا. النادي الاهلي متعود على طول دايما ان احنا نكسب بره جوه مفيش حاجه اسمها نكسب على ملعبنا وبره نعمل نتيجه يعني ايجابيه تعادل بقى نفوز 1-0 لكن ده الطبيعي يا كابتن محمود. طبعا يعني الهيبه تعود ثقه اللاعبين في بعضهم تبقى ترجع تعود الجهاز الفني الجديد يبقى فيه ثقه متبادله بينه وبين اللاعبين برضه نقطه مهمه. لازم فريق البطولات لازم الثقه متواجده بكل العناصر الموجوده فيه. دي نقطه مهمه جدا. التشكيله كابتن اللي احنا شفناه مع اول مباراه لمستر ريني فايلر المدير الفني على السويسري الجديد، هل حضرتك شايف التشكيل في بعض التغيرات اللي هو كان شايفها وشايف ان الفريق محتاجها من الناحيه الفنيه، ولا ممكن كمان يكون في تغيرات اكتر على مدار المباريات اللي جايه وممكن نتكلم على مباراه نادي الزمالك؟ كل مباراه ليها هدف وليها تفكيرها وليها اسلوبها وكل الحاجات دي بتاخدها بنبتدي امكانياتك انت كفريق وامكانيات الفريق المنافس وايه الهدف من المباراه؟ هل بتلعب على بطوله؟ هل بتلعب خارج ارضك؟ التعادل بالنسبه لك يبقى مرضي؟ كل النقاط ديت بتدرسها كجهاز فني وفي النهايه بتحط التشكيل المناسب اللي بيناسب هذه المباراه. ممكن يا كابتن محمود نتكلم على كام في المئه من قوام الفريق اللي يبقى ثابت في كل مباراه وتلعب على الجزء الباقي اللي يبقى فيه تغيرات من اللعيبه؟ هل بنتكلم في 75% مثلا ثابت من التشكيل الرئيسي؟ يعني ممكن مثلا 7 لعيبه يبقوا ثابتين والتغيير يكون في 3 لعيبه؟ برضه هي مختلفه يعني. يعني على سبيل المثال انت فزنا في خارج ملعبنا 2-0 مثلا عندنا مباراه العوده في القاهره، ما هو في توقيت زي دوت في ظروف زي ديت انا لو عايز اجرب لاعبين اديهم الثقه، ادخل ناس في المنافسه، ادخل ناس في الفورمه الرياضيه، اجرب بعض اللاعبين احطه تحت ضغط في مباريات رسميه. لا يعني المباريات العوده دي ممكن اغير بنسبه كبيره، ممكن اغير 40% مثلا، ممكن اغير 4 لاعبين، ممكن اغير 5 لاعبين، خصوصا ان احنا بادئين بالنسبه للجهاز الفني جديد وعايز يعرف امكانيات اللاعبين. المباريات الوديه مش كافيه، التدريب مش كافي، يدي مؤشر، انما في النهايه انت حضرتك عارف صح. في لاعبين في تحت الضغوط ممكن تفقد جزء من مستواها الحقيقي وفي العكس بقى في لاعبين ما تحط في ضغوط يدي مستوى اعلى من المباراه الوديه واعلى من التدريب. يعني بتختلف من في فروق فرديه بين اللعيبه وبعضها مش في المستوى الفني بس، حتى من الناحيه النفسيه، من ناحيه الاراده، الصفات الاراديه، من ناحيه التركيز والتفكير، هتلاقي في لعيبه برضو في نقاط مختلفه يعني هي مش مستوى فني بس. في الظروف دي انا شايف ان هو ممكن يغير 3 لاعبين اذا اعتبرنا ان دي التشكيله افضل تشكيله هو لعب بيها المباراه. انما برضو هي برضو مباراه خارج ملعبنا ليه اعتبارات وعلى اساسها بيحط تشكيل معين. نتكلم في ايمن اشرف رسمي خارج المباراه، هل تعتقد حضرتك انه لو رامي ربيعه تم شفائه هل ممكن يتم الدفع بيه ولا ممكن ياسر ابراهيم يخش كمساك جنب متولي بما انه يعني انا شايف ان الاثنين لعبوا مع بعض في منتخب الشباب ما لعبوش مع بعض في انديه، لكن ممكن يكون جاهزيه ياسر ابراهيم انا ما اعرفش دماغه عامله ازاي لكن بفترض مع حضرتك. هل ممكن يدخل رامي بما انه رامي واحد من اللعيبه الاساسيه اللي بتلعب ولا ياسر عشان جاهز ورجليه في الملعب وبعيد عن الاصابات بسم الله ما شاء الله ممكن يكون ليه الاولويه؟ هو يعني بالنسبه لرامي ربيعه الحقيقه او اي لاعب مصاب يعني يفضل طبعا الجهاز الفني لا يكتفي بالمباراه بالتدريب انما لازم يشوفه في مباراه وديه. طب الاهلي يلعب الاهلي يا كابتن ما عندوش وقت يلعب مباراه وديه، بالتالي هل حضرتك شايف ان ياسر هو الاقرب انه يلعب مباراه الزمالك؟ اعتقد هو الاكثر جاهزيه طالما ما فيش مباراه وديه. رامي ربيعه بقى له فتره مصاب وبقى له فتره بعيد عن المباريات الوديه والرسميه، اعتقد يبقى التفكير
يعني ياسر ابراهيم يكون هو اللي الافضليه. رايك في عوده احمد فتحي التشكيل الاساسي بعد ما كان بعيد لفترات اخيره مع مستر لاسارتي وعودته للتشكيل؟ هل حضرتك شايف احمد فتحي قوه كبيره وجود هو محمد هاني في الناحيه اليمين وايا كان منهم مين موجود ده بيدي ثقه وحماس وقوه للناحيه اليمين؟ طبعا في الشك احمد بخبرته على مستوى النادي وعلى مستوى اللعب الدولي الحقيقه ما فيش بيمثل قوه كبيره للنادي الاهلي. خبرات اللعيب الاصغر بيستفادوا منها الحقيقه. الخبرات اللعيب الكبير اللي خبرات كبيره الاستفاده منه مش ناحيه فنيه برضو. مهم يكون متواجد قيادات في النادي، مهم يقدر يواجه النصيحه، يقدر بتاريخه واسمه بتبقى كلمته محترمه في وسط زملاته، يقدر توجيه سواء في الملعب او خارج الملعب. يعني دي نقطه برضو تضاف بجانب التأثير الفني للعيب. يمكن يا كابتن نادي الاهلي الفتره الاخيره تعاقد مع مجدي قفشة، دخل في التشكيل بسرعه، ادى بشكل كويس جدا، اسيست، مجهود رائع، عارف ينسجم بسرعه مع زمايله، وجوده في التشكيل الرئيسي لمباراه افريقيه خارج ملعبك، هل ده تتحسب للمدير الفني ولا اللعيب ليه دور في ان هو يجهز نفسه بسرعه ويكون موجود في الملعب وان هو يعرف يعدي مع زمايله وكمان الجمهور يكون راضي عنه؟ ودي حاجه مهمه جدا. هو ما فيش شك لما دخل التشكيله الاساسيه يبقى هو في ثقه من قبل الجهاز الفني، فدي تحصل للاعب يعني. المدير الفني احيانا بيبقى في لعيب خارج من راجع من اصابه، لعيب حاسس ان هو في يعني بعيد عن فورمته الرياضيه، بعيد عن مستواه الاساسي، ممكن يجي في وقت مش عايز اقول مجامله انما هو عايز يدخله في المنافسه برضه. يعني مش هنجيب بطولات غير ما يكون في تنافس حقيقي بين اللاعبين في مختلف المراكز. وده وضع طبيعي، اللاعب اللي بيشعر ان هو فترات طويله ان هو اساسي واللاعب اللي بينافسه في مركزه بعيد عن مستواه وهو فارق بشكل كبير، وده بيبقى خطا طبعا. من مش بقر بيه يعني ان هو دايما بيحصل بشكل طبيعي او في اغلب الاحيان، انما ما فيش شك مرفوض يعني انه لاعب يشعر ان هو اساسي وفي اي وقت هو المتواجد وهو الاساسي وهو اللي هيلعب. لا، مهم جدا لازم اللاعب يشعر ان البديل اللي موجود ده لا قادر على يمثل النادي الاهلي وهيجي في وقت بيبقى في وقت بيتفوق عليه، لان انت مش هتبقى في فورمتك الرياضيه طول الموسم. ولازم تكون مستعد انت يعني حتى انت لو انت مش اساسي وبتجاهد وتبقى قريب من اللاعب الاساسي عشان تاخد دورك وتثبت وجودك انك تقدر تمثل النادي بشكل اساسي، تاكد ان اللاعب الاساسي ده هيجي وقت مستواه هيقل وهيجي دورك. بس من المهم ان انت تكون مستعد للحظه ديت بقى. هل الكلام ده كابتن ينطبق على احمد الشيخ؟ ان احمد الشيخ دايما كان مستعد ودايما كان بعض المدربين ما حدش بيديله فرصه، لكن اللاعب كان بيشتغل على نفسه دايما، كان متالق سواء في التدريبات او في الماتشات الوديه لحد ما حجز مكان وقدر يقنع مستر لاسارتي في يعني ايامه الاخيره قبل ما يتم اقالته. ايضا مع قدوم مستر ريني فايلر اعتقد ان احمد الشيخ واحد من اللعيبه اللي زي ما بنقول في الكوره اندر ريتد، يعني لعيب كويس قوي لكن مش واخد حظه فنيا جوه الملعب. هياخد، بس مهم الاستمراريه بالظبط يا كابتن في التدريب وفي المباريات الوديه وبالتالي لما تشترك في مباراه رسميه. انا ما يعني انت مش هتبقى في فتره معينه تبقى بتوصل للتوب فورم الرياضيه بتاعتك كامله يعني وتيجي تبعد يعني ادائك او مستواك او فورمتك الرياضيه تقل شويه. هتدي فرصه الراجل اذا كان اساسي يرجع تاني يعود، او اللي بينافسك في المركز ده يعني ياخد فرصته وهو اللي يبقى اساسي. دايما دايما انت بتلعب على اساس انك هتشترك في المباراه، ما يبقاش تفكيرك سلبي. انا عندك ثقه في نفسك، انا بادي، انا قد اكون بعيد عن التشكيل بقى لمباراتين ثلاثه اربعه، انما انا اللي هلعب المباراه اللي جايه. انا اللي هلعبها ان شاء الله هيبقى ليا دور. دايما تدي لنفسك كده يعني ايه تأثير إيجابي مع نفسك عشان تطلع كل طاقتك في التدريب وكل طاقتك تفرض نفسك، وفي نفس الوقت لو جات لك الفرصة وربنا لا يعني مش هيضيع مجهودك، مفيش شك. مهم جدا الاستمرارية في الأداء بشكل جدي. كابتن هناك لاعبين على العكس ما أقدرش أذكر أسماء معينة يعني ما ينفعش، إنما أدى فرصة إن هو جات له الفرصة ما استغلهاش.
عشان تجي لك فرصه ثانيه هتاخد وقت كتير. دورك تستنى دورك بالظبط بالظبط. وممكن بعد كده تبعد عن النادي الاهلي وبعدين تبقى تاثير بقى وانا فرصتي انا ما بحبش كده. وما بحبش يقول لك اصل المدرب بيتعمد واصل المدرب واخد موقف ضده اصل اصل انا مظلوم اصل انا. بالعكس اللاعب اللي بيشعر بيمر بالظروف ديت خش في تحدي مع المدرب افرض نفسك. احنا في ناس كتير من جيلنا كانت كده. المدرب ممكن ما بقاش عايزه يعني. انا اسف بتكلم بس موقف اول موقف شخصي بعد اذنك. مستر فايز اول ما جه ما كانش عايز ايدنا. كنت بقالي 8 سنين بلعب اساسي في النادي الاهلي. ليه يا كابتن؟ سنه 88. لحظه ليه يا كابتن؟ اهو هو حد قال له حاجه؟ طيب مش مقتنع يعني بدايه فتره الاعداد. يعني هو في فتره الاعداد مش مقتنع بكابتن محمود صالح. تمام. اشتغلت على نفسك يا كابتن محمود؟ طبعا قاتلت. عملت ايه بقى يا كابتن؟ قاتلت في التمرين الحقيقه. قاتلت. كنت اخش مثلا احس ان انا اكمل جزء في الجيم مش عارف احافظ على نفسي بقدر الامكان. التمرين بأديه بشكل جدي. وجات لي الفرصه الحقيقه. جات لي الفرصه ازاي؟ كان الكابتن حرص الكره كده في التقسيم. انا طبعا مع الفرقه البديله بيطلع بيلعب كره بهيد وراح جاي انكل اصابه في الانكل وانا خدت الفرصه. بس حضرتك ركبت ما نزلتش ولعبت كل الماتشات على فكره. ما انا عشان كده بقول لك ركبت. شوف لو انا مش مستعد لها. لا طبعا انا كده خلاص هتتكشف بلغه الكوره. بالظبط هيبان على حضرتك انا غير مستعد. انا كنت دخلت في تحدي مع راجل كان دايما هو اللي قدامي. انا هو اللي وصرته قدامي. بس يا كابتن بتبقى فرصه للمدير الفني ان هو يكون مستني للاعب اللي عايز يلعب ده اي في مباراه عشان يلعب ويقول له وريه نفسك بقى. في النهايه انت بتفرض نفسك. صح. ما انا بقول لك وريه نفسك انت هتعمل ايه. بالظبط بالظبط. طيب هل يا كابتن يعني بما ان حضرتك في منصب اداري ليه علاقه باكتشاف مواهب. هو فني مش اداري. ما هو ما انا بقول لك يعني اداري ليه علاقه بالمواهب واكتشاف المواهب. فني طبعا ان يعني الاثنين مع بعض حضرتك بتكتشف او بيكون مسؤول عن اختيار اللعيبه. كابتن مجموعه طبعا كابتن ناجي خليل طبعا كابتن حمدى براد وكابتن صديق جمال. اختياراتكم يا كابتن للاعيبه النادي الاهلي اللي دايما بتختاروها وده الكلام بينطبق على لعيبه النادي الاهلي الفريق الاول. الناس بتقول لعيبه النادي الاهلي دول لازم يكون لعيبه عندهم شخصيه مختلفه، بيعرفوا يتحملوا ضغوطات، يعرفوا يتحملوا وجود الجمهور في الملعب، يعرفوا الكلمه الشهيره تيشرت الاهلي ما تبقاش تقيله عليهم. يعني يا كابتن محمود الكلام ده وازاي حضرتك بتحط في اعتبارك وحضرتك بتيجي تقيم كده ماسك ورقه وقلم او كلجنه بتقعدوا تقيموا لعيب بتعلموا على ايه ومش بتعلموا على ايه؟ هو بص احنا عندنا ورقه تقييم فنيه داخل فيها النواحي النفسيه والنواحي الذهنيه موجوده. بالزبط. يعني تقريبا منها فيها 28 نقطه 30 نقطه اعتقد. طبعا الدفاع لوحده ليه ورقه لوحده. خط الوسط خط الهجوم وما فيش شك طبعا حراسه المرمى ليها نقاط لوحدها. عشان انصب الفضل لصاحبه يعني. طبعا انا كنت اخدتها الحقيقه كان حاططها الدكتور محمود سعد على الجروب بتاعنا. جميل الجروب بتاع لا لا دكتور الدكتور محمود من الشخصيات المحترمه جدا الحقيقه وانا استفدت منها بيها وراجل علامه يعني. طبعا مفيش شك يعني ندي طبعا يا كابتن كل ذي حق حقه طبعا يا كابتن. وشفناه ممكن تعدل فيها انت. ممكن تغير مش تغير تضيف بنود جديده تعدل بند متاح يعني. هي مش تبقى يعني 100%. صح. ممكن واحد يكون له وجهه نظر صح ويضيف نقطه في صح. في العناصر اللي يجب ان تكون متوفره مثلا في حراسه المرمى. ودي بتسهل لنا كتير الحقيقه. عارف لو احنا لو انا مثلا معايا كابتن ناجي خليل شاف لعيب او كابتن حمدي برادي او كابتن صديق ساعات بنروح مثلا اثنين مش واحد. لما بنمسك كده هي فيها نقاط من واحد لخمسه درجه واحد درجه كل واحد بيعلم لوحده. وتيجوا في الاخر تتحاسبوا يعني خمسه ممتاز. اربع درجات من خمسه جيد جدا. ثلاثه من خمسه مثلا جيد جايب. بالظبط مقبول. ايوه بالظبط متوسط. بالظبط. لا بنتفق في 98% من دي بقى دي دليل ايه بقى؟ ان في تلاقي افكار وان انتوا نفس العقليه. بالظبط. وفي نقطه ثانيه صح ان الورقه دي ورقه تقييم سليمه. صح. يعني كتقييم تقييم سليم لان احنا انا وانت بنتفرج وبندي نفس الدرجات تقريبا في العناصر الموجوده. يبقى الورقه دي محترمه واحنا بنشتغل بيها. حتى اديناها لقطاع الناشئين وبيشتغلوا بيها. شغالين عليها كابتن. شغالين عليها. ايه تاني؟ كابتن محمود طيب دلوقتي حضرتك اختيارك للولد الصغير هل بيختلف عن اختيار حضرتك وتقييمك للاعب الكبير؟ يعني حضرتك لو تم تكليفك دلوقتي ان حضرتك تكون رئيس لجنه اكتشاف او رئيس لجنه تقييم او اختيار لاعبي الفريق الاول بالنادي الاهلي، هل حضرتك الولد الصغير بيكون فيه ملاحظات او اختيارات معينه كابتن محمود صالح بيبص عليها
ممكن تختلف عن الكبير اللي هو في العشرينات اللي هو ممكن يلعب فريق اول، ولا الاثنين بيكونوا زي بعض؟ كابتن محمود بيبص على لاعب عامل ازاي في المرحلتين عشان يتناسب مع امكانيات النادي الاهلي. شوف حضرتك، كل ما اللاعب كبر كل ما كان تقييمه اسهل. اسهل اسهل طبعا، تمام، لان انت كل ما بتكبر داخل في يعني اكتمال النواحي البدنيه. تمام تمام. نقول 17 18 سنه بتبتدي في الناحيه البدنيه بتقدر تكتمل بالظبط، فبتبقى تقدر انت بقى ايه تحكم عليه في حاجات كتيره، حتى على شخصيته، على ثقته في نفسه، حتى العوامل النفسيه بتبتدي مع مرور التدريب وكبر السن والنضج في التفكير، بتقدر نسبه الذكاء اللي عنده كل دي كل ما كبرت يعني نقدر زي ما قلت لحضرتك 17 18 سنه بتقدر تقيم بشكل جيد كويس. الولد الصغير ده لا بيبقى بيحيرك، لان انت ممكن ليه بقى يا كابتن بيحيرني؟ هقول لحضرتك حاجه، احسن لاعب في العالم ميسي ماشي كان عنده مشكله، هو كنت لسه هقول لحضرتك ما قابلتوش. طيب مشكله زي لو جه راح اختبار عندنا لمركز الشباب هيمشوه. طب يا كابتن ما قابلت ما فيش مره لاعب كان عنده مشكله وهو صغير يعني انا بكلم لو في وحلتوها، ولا ما صدفتش ان يكون عنده لاعب مشكله عدم نمو بقى عنده مشكله تاخر في النمو وطفره النمو كل بقى يا كابتن الكلام اللي حضرتك عارفه ده حاجات مرتبطه بالجينات والصفات الوراثيه. قابلكوا يا كابتن حاجه ولا لسه ما قابلتش كابتن محمود صلاح واللجنه؟ هي بتعتمد، انت لازم توسع، عشان كده تحت لازم توسع القاعده شويه. يعني لو الفريق 18 سنه ممكن يبقى 20 25 لاعب، لو اللعيب لو الفريق 10 سنين ممكن توصله ل 40. عشان انت في حاجات في المستقبل ما تقدرش تحددها. المهاره موجوده، الذكاء موجود، بعض الصفات البدنيه موجود، في حاجات بتكتمل، القوه العضليه بتكتمل مع سن كبير، مش عارف الاسبرنت ممكن يبدا من 14 سنه يبتدي يظهر. تفاصيل يا كابتن دقيقه جدا جدا، واللي متابع كوره مش عارف ان في الكوره في تفاصيل كتيره جدا، علشان كده الامر صعب. الناس متخيله ان الموضوع سهل ان انت تختار لعيب، ده كابتن صعب جدا. صعب. وبعدين ممكن انت تروح في فتره الولد في خارج الفورمه الرياضيه. كنت لسه اقول لحضرتك، حصلت يا كابتن مع حضرتك موقف يعني ان حضرتك شفت لاعب حد قال لك اللعيب ده كويس، فحضرتك رحت اتفرجت عليه او اللجنه اتفرجت عليه مش كويس، وبعد كده حد قال لكم نفس الشخص لا لازم تتفرجوا عليه تاني عشان الولد فعلا لعيب كويس. بص يا كابتن، اللعيب السوبر سهل تختاره، حلو، واللعيب البعيد قوي سهل تختاره. تمام، احنا في النص يعني بقى، في النص اللي هو بيديك ثلاثه مثلا واربعه، يديك اثنين ثلاثه ثلاث درجات من خمسه، تمام، درجتين ثلاثه اربعه، ده بيحيرك شويه، فلازم تتفرج عليه اكتر من مره. يعني واحنا كقاعده لازم تتفرج عليه ممكن اقل حاجه مرتين، وممكن يكون ثلاثه وممكن يكون اربعه حتى، لان انت زي ما قلت لك احيانا بتبقى الاختيار محير. انت ممكن حتى اللي ممكن يؤثر على اللاعب في مستواه الواجبات اللي واخدها المدرب، ممكن المدرب حطه في مركز مش ما يتناسبش مع امكانياته الحقيقيه، او امكانياته اللي يعني هو ممكن يدي لك افضل مكان يدي فيه سيرد باك مثلا، والمدرب بيلعبه خط وسط مثلا مدافع، الواجبات هنا غير الواجبات هنا، فممكن يحصل له خلل في المراكز. فانت لازم يكون عندك قدره على التقييم وعندك خبرات كتيره. يعني احيانا بيجي لنا لعيب مثلا بيلعب سيرد باك، انت تقول يا ده لو لعب وسط مدافع هيبقى رائع. يعني مثلا كان مدحت عبد الهادي ده بيلعب سيرد باك، عارف لو كان بيلعب وسط مدافع كان هيبقى عالمي. لو هو بيمتلك بقى الجزئيه هو بدا يلعبها على كبر تقريبا، لكن هو كان مميز جدا في الناحيتين، لكن نص يعني هو اتظلم صح، ولو في احتراف من بدري كان مدحت ده كان بقى حاجه كبيره قوي في الكوره، لان هو كورته كويسه، مهاراته كويسه، عنده سرعه، عنده قوه، عنده تصويب، وبيلعب بدماغه، يكمل في الهجمه، اداؤه سريع. يعني في حاجات تبقى مش موجوده في القلب الدفاع وممكن يؤديها بشكل كويس. يعني مثلا وائل جمعه ممكن يكون في المكان ده افضل من مدحت عبد الهادي في قلب الدفاع، انما في المكان ده لا طبعا كابتن مدحت تتفوق. تمام. فانا اقصد دي لازم يكون انت عندك برضو خبرات، احنا بقالنا سنين طويله في الكوره، فدي يمكن دي كوندي بتساعدنا. تمام. وهكذا يعني انت رؤيتك مش في المركز ده، انت بتشوف امكانيات اللاعب وممكن ترشحه في مركز ثاني يدي بشكل افضل. كابتن محمود صالح، هل حضرتك بتفضل ان اللاعب اللي حضرتك تتفرج عليه يكون عارف والمدرب بتاعه عارف علشان تعرف هل هيتحمل ضغوطات ان هو يلعب في النادي الاهلي،
ولا حضرتك تفضل ان الولد في السن ده ما يكونش عارف علشان في ولاد صغيره لما بتعرف ان في حد جاي يتفرج عليها حتى لو اهلها يتوتر ما يقديش بشكل كويس يكون عصبي شويه؟ حضرتك فاهم يعني عايز كل كوره تجي له علشان يثبت نفسه للناس اللي تتفرج عليه ازاي يا كابتن بتفكر؟ لا في سنه صغير طبعا صعبه ما بتقولش كل الولد ما كان سنه صغير هتلاقيه متوتر اكتر. اكتمال بقى الجانب الذهني بقى والتفكير والشخصيه وثقته في نفسه بتبقى صعبه شويه. في اولاد على فكره بيبقى مش فارقه معاهم سنهم صغير جدا وتلاقي عنده التفكير وعنده النواحي الفنيه وكل حاجه جاهزه، بس ده من النادر. احنا بنتكلم في الحاجه الشائعه الظروف الشائعه. لا الظروف الشائعه بنسبه 80 90% لا السن الصغير صعب تقول له ان في مدرب بيتفرج عليك وهيقيمك. برضه ممكن هيتاثر حتى لو كبير ممكن يتاثر، بس اللي عنده شخصيه كويسه وعنده ثقه في نفسه لو قلت له بالعكس هيدي بشكل افضل. ازاي يا كابتن الولد الصغير؟ وده سؤال مهم جدا. اكيد في اولياء امور بتتفرج علينا عندها اولاد صغيره بتلعب كوره. ازاي يكون عنده شخصيه او ولي الامر يخلق شخصيه للولد الصغير تكون شخصيه يعتمد على نفسه، يعرف جوه الملعب يكون ليدر او يكون قائد، يعرف ان هو يكون عنده قرار جوه الملعب صاحب قرار، ما يكونش شويه خواف. ازاي يا كابتن ولي الامر يخلق دي في ابنه؟ هو اهم شيء ما تدخلش في شغل المدرب، هو ماليش دعوه بتقييم ابنه يقول انت كويس وانت وحش وفلان. اهم كلمه كابتن كل ولد كل ولي امر شايف ابنه احسن لعيب في العالم، وانا عارف والله الكلام بالظبط. هو المدرب فاهم وعارف بيعمل ايه، بيحط له برامج وشايف ايه مشاكله ويقدر يصحح له اخطائه، يقدر بقى يديله يجهزه من الناحيه النفسيه والذهنيه والبدنيه والفنيه، وبرده ازاي يتحرك من الناحيه الخططيه. طبعا مع السن الصغير الحاجات دي بتبقى قليله شويه، بس انا وجهه نظري برده ايوه من خلال تجربتي الجوانب الخططيه لازم تتعلم من الولد من هو صغير. طب يا كابتن لو حظه ان هو مش بيتحرك ازاي؟ حد يا كابتن لو هو حظه ان هو مش موجود في نادي حد يعلمه الحته دي يعمل ايه؟ ده موضوع تاني، بس هو الوضع الطبيعي المدرب المفروض يكون فاهم. تمام ده الوضع الطبيعي. الوضع الطبيعي طيب يعني بنتكلم ولد عنده موهبه بس ما عندوش حد يقول له كذا وكذا، ممكن يعني يتكلم معاه على قد امكانياته لحد ما ربنا يكرمه كابتن محمود صالح او اللجنه تشوفه وتخطفه وتودي النادي الاهلي. فهل ده كابتن يعني ممكن حضرتك يكون عند حضرتك حل لولد عنده بعض السمات والمهارات اللي موجوده، او اللي عايز اقول لحضرتك ايه يعني بدايات ان هو لعيب كويس، فممكن ازاي نطور او شخصيته تبقى كويسه في الملعب لو ما عندوش حد يواجهه؟ هو بصوا تكوين اللاعب الجاد اللي يقدر يلعب على المستوى الدولي ايوه ويمثل انديه كبيره ويلعب على مستوى البطولات عملناها في منتهى الصعوبه. احنا كابتن اتكلمنا فيها حلقه دي حلقه الدكتوراه اتكلمنا فيها كابتن كتير قوي. منتهى الصعوبه منتهى الصعوبه. في عوامل لازم تكون متوفره في المدرب، يكون يعلم المرحله اللي بيشتغل عليها ايه سمات المرحله دي وازاي يتعامل مع اللعيب وازاي انا بدرب 10 سنين مش زي ما هدرب 15 سنه، وما ادرب 20 سنه مش زي ما هدرب 15 سنه. لا كل مرحله لها سمات ولها لعب، لازم الاسلوب ازاي بتتبعه معاه، طريقه التدريب تبقى ايه، البرامج ازاي تحطها، ايه البرنامج اللي بتحطه، بحيث يبقى العمليه متدرجه دايما ما تبقاش حتى لما تيجي تحط برامج تدريبيه تبقى فيها تدرج. النهارده هيتعلم ايه الجوانب الاسهل وبعد كده الاصعب فالاصعب. طب ما بقاش مثلا عنده 10 سنين واعمل له اوفرات تقول له مش عارف اشترك بدماغك، المهارات السهله المهارات بشكل متدرج عشان الولد يكتسب ثقه في نفسه. تمام بيجيد الجزئيه دي يبقى انتقل لمرحله ثانيه، انتقل لمرحله اصعب، انما ما بداش بالاصعب. لا يعني هي محتاجه يعني يمكن تكون متوفره في الانديه الكبيره انما في الانديه الصغيره هتبقى صعبه، في الاكاديميات هتبقى اصعب صح. لان الناس غير مؤهله. انا اتمنى اللي بيتولى مسؤوليه حاجه يقرا بقى، زي ما دي نقطه مهمه يعني نقدر نقولها. انت عندك عيب وانت عندك مسؤوليه، عندك اولاد هتدربها، اقرا هات كتب، المكاتب موجوده فيها كتب مش عارف تدريب من مرحله كذا لمرحله كذا، وضع البرامج من سن كذا لسن كذا، سمات المرحله دي ايه، في كتب موجوده بس ما فيش حد بيقرا. اقرا اقرا عشان انت مكلف بمهمه يا اخي اشتغل فيها بذمه، بدل ما بتطلع لعيب كويس ممكن تطلع ثلاث اربع لعيبه كويسين. كابتن محمود نروح للملف عشان الوقت بيجري معانا بسرعه، تعالى يا كابتن نروح لمباراه السوبر اللي جايه وهي المباراه الاهم واللي عايزين نتكلم عليها شويه ونقف عندها ونتكلم شويه فني ونتكلم شويه كده يعني عن امور الخاصه بالمباراه. مبدئيا يا كابتن الاثنين اهلي وزمالك عندهم نفس الظروف، الاثنين كانوا بيلعبوا في افريقيا خارج ملعبهم، الاهلي كسب بثنائيه، الزمالك خسر بثنائيه لكن جاب هدف، فبالتالي هتسهل شويه الماموريه عليه في القاهره. لكن
هل حضرتك شايف ان الظروف زي بعض ان ممكن مباراه السوبر الزمالك مباراه افريقيا ما تشغلوش عنها وعن التفكير في التاهل لدور 16 لدور المجموعات في دوري الابطال عكس النادي الاهلي اللي فاز بنتيجه 2-0 وهي نتيجه لحد ما على الورق مريحه؟ لكن بدايه المباراه كابتن محمود صالح شايفها ازاي وظروف الفريقين بشكل عام، ظروف نفسيه بدنيه فنيه؟ ممكن الكابتن محمود يقول لي الاجواء عامله ازاي؟ هي المباراة صعبة طبعا، ما فيش شكل للفريقين، والأكثر جاهزية والأكثر استعدادا للمباراة. في حاجات تبقى غامضة بالنسبة لنا، يعني زي ايه يا كابتن؟ ممكن يكون غامض بالنسبة للمشجعين أو الجمهور اللي دايما ما يكونش حاطط إيده عليه. أنت عشان تقيم تتوقع أداء فرقة وتقدر تتكلم في الجوانب الفنية وجاهزيتهم للمباراة من كل الجوانب، لازم تكون متابع التدريب. التدريب مش الماتشات يا كابتن محمود؟ ولو في ماتشات اتفرج. طب يا كابتن الاهلي ما نقفلش التدريب. طب احنا ما شفناش ماتش الاهلي، لكن شفنا ماتش الزمالك. من خلال نتيجه المباراه ومستوى نادي الزمالك، هل تاني السؤال المكرر دايما اللي بيكون موجود في كل حته، هل مباراه الاهلي والزمالك تبقى مباراه خاصه، مباراه ليها طابع خاص في الاداء وفي النتيجه وفي المستوى، ولا ممكن تتاثر بعض الشيء بالمباراه اللي قبليها؟ لا، المفروض بترجع لشخصيه اللعيبه، وفي فروق فرديه بين اللعيبه بعضها. انا ممكن اكون هزيمه خارج من هزيمه، انما لا زلت عندي ثقه في نفسي ومعنوياتي مرتفعه وعندي هدف عايز احققه، وممكن لعيب اخر زميلي وبيتمرن معايا كل يوم وممكن فاقد ثقته في نفسه وخايف بس دور مين يا كابتن؟ بس دي مش موجوده المفروض، دي مش موجوده في الانديه الكبيره، تكاد تكون يعني موضوع متلاشي، يعني مش موجود. ممكن تكون موجوده في لاعب او اثنين مع التجارب، هتلاقي ما في الاتليف الماتشات الكبيره والماتشات البطولات ما بيقديش بشكل جيد. اهميه المباراه كابتن محمود، هل هي مباراه الزمالك يثأر فيها لهزيمته الاخيره من النادي الاهلي، ولا مباراه بطوله سوبر وبالتالي الناديين اهلي او زمالك يبدا البطوله او يبدا المشوار الدوري ببطوله، ولا هي حضرتك شايفها مباراه يعني الفريقين كل واحد فيهم مركز في ناحيه ثانيه، وبالتالي سيناريو المباراه والاحسن والافوق زي ما احنا ما بنقول هو ده اللي هيقدر يتفوق؟ اعتقد هي الاهداف واحده ما بتتغيرش يا كابتن خالص. لا، الزمالك بيلعب على الفوز طبيعي. يعني يا كابتن عايز يثأر ولا عايز ياخد بطوله ولا يعمل الاثنين ولا يفرح جمهوره اللي ما قدرش يحقق لقب الدوري؟ انت المفروض بتفكر في كل ده. لا مش كل ده. تمام، انت بتفكر في ال 90 دقيقه انك تفوز. تمام، حلو. بس طب ايه الدوافع يا كابتن اللي ممكن الاهلي والزمالك يفكروا فيها قبل الماتش اللي جاي اللي تخليهم عندهم دافع زياده ان هم يفوزوا باللقاء؟ ان الدوري مشواره طويل فلازم نبدا ببطوله عشان تدينا دافع معنوي في افريقيا وفي مشوار البطوله، ولا عشان جمهورنا بما انها مباراه ديربي، مباراه ليها بطوله خاصه وطابع خاص، الاهلي جمهور الاهلي لا يقبل هزيمه من الزمالك وجمهور الزمالك لا يقبل هزيمه من الاهلي؟ ليه يا كابتن حسابات كتير قوي يا كابتن محمود؟ مش عارف ايه الدوافع الداخليه عند اللاعبين. التصميم، تحقيق الهدف، دي اهم نقطه، دي اهم نقطه. انا نازل لازم، انا عايز افوز. طبعا ده احنا 11 لعيب في الملعب غير الناس اللي بره، غير الناس اللي بره التشكيل كمان. لازم تكون الدوافع واحده والروح تكون في قمه الاحساس بالمسؤوليه. بس انا دايما على فكره، ما اعرفش يمكن بجيبها من الذكرى من يعني ماشي. ما هو طبعا يا كابتن دايما يعني في البطولات اقول لك لا، الاهلي جاهز وعطائي المعنويات مرتفعه، ده احساسي انا، احساسي هكون احنا اكثر تركيزا والدوافع عندنا اكتر ورحنا اعلى، ثقتنا في نفسنا تبقى اعلى، انا احساسي كده. كابتن محمود بقى لنا كتير ما كانش يعني عشان عايز اروح للجمهور، عشان دي نقطه مهمه جدا قبل ما ارجع للتشكيل والفريقين والمدربين. اهلي وزمالك السوبر بقى لنا فتره، السوبر على طول بيتلعب بره مصر يا كابتن محمود، في الامارات دايما بيتلعب، اهلي وزمالك اتلعب اكثر من مره، اخر سوبر جمع بين الاهلي ومصر والنادي الاهلي هو اللي فاز على نادي المصري. لكن هل حضرتك وجود 10,000 متفرج، 5,000 و5,000، كابتن محمود صالح عايزه يتكلم في شقين، الشق الاول وجود الجمهور اهلي وزمالك في مباراه مهمه زي دي بعد سنين طويله جدا ما يكونش فيها جمهور، راي حضرتك فيها ايه؟ الحاجه الثانيه نصيحتك وكلامك وتوجيهاتك للجمهور الاهلي والزمالك، مش الاهلي بس. هو طبعا 5,000 اعتقد يعني عدد معقول يعني. يعني يا كابتن ماشي، يعني كبدايه كويسه مش وحشه خالص. احنا عايزين البدايه تبقى متدرجه. تمام.
ومقوله برضه سمعتها من الكابتن عبد العزيز عبد الشافي الحقيقه، قال لك الجمهور هو اللي يعيد نفسه. التزام الجمهور هو اللي هيعيد ويبقى الاستاد كله مليان. يعني مش بس سلوك اللاعبين هتفرق الحقيقه. انا اتمنى مثلا مع بدايه الموسم تتعمل مباراه وديه، يمكن اتكلمنا في النقطه دي قبل كده. تتعمل ميكس ازاي يا كابتن؟ بين الاهلي والزمالك. طب حتى تبقى ميكس. فاهم قصدي؟ يعني خمسه من الاهلي وسته من مش عارف من الزمالك والفرقه الثانيه. دي ممكن شويه يعني تقلل الحماس طبعاً. بص اللي موجود بين الجمهور ده عامل زي الطفل، اقل حاجه تاثر فيه. لو انت عملت مباراه زي دي هتلاقي الاجواء هاديه. حلوه يا كابتن المقوله دي يا كابتن. الجمهور عامل يعني احنا نازلين المباراه الفرقتين ينزلوا مع بعض. ينزلوا مع بعض يشجعوا جمهور الفرقتين، يروحوا لجمهور الاهلي والفرقتين يروحوا لجمهور الزمالك. في حاجات بسيطه كده ممكن حصلت يا كابتن. مره واحده كنت في استاد القاهره انا فاكر، لعبت الزمالك، انا بتكلم على الوقت اللي انا كنت موجود فيه بشجع، يعني مش عارف قبل كده كان ايه اللي بيحصل، لكن جمهور يعني غير لقطه الكابتن خطيب والكابتن فاروق جعفر والكابتن حسن شحاته دي لوحدها على جنب، كان بتكلم الزمالك بعد ما حيا جمهور راح حيا جمهور الاهلي، فدي كانت شويه بتقلل العصبيه اللي موجوده بين الجمهورين يا كابتن، وبتحس ان لا الماتش جميل وهنستمتع والموضوع يبقى مفيش في اي صعوبات. طبعا. طب نصيحتك ايه للجمهور يا كابتن؟ وليه ما يبقاش ينزل ينزل الجهاز الفني معاهم؟ ايه المشكله؟ بالاحتياطي بكله. يعني اذا كان موجود على الدكه 20 واحد معه و11 في الملعب، يعني كل فرقه في 30 واحد موجودين في الملعب، كلهم يروحوا وشجعوا هنا وشجعوا وسقفوا للناس. اعتقد دي هتهدي النفوس شويه. احنا هو احنا مش في حرب، احنا ده تنافس رياضي. لا الاجواء اصلا انا شايفها هي يا كابتن مفيش غيرها السوشيال ميديا اللي مولعه الدنيا. بس ده امر مفروض علينا مش هيتغير يا كابتن. ماشي بس الناس اللي تكون يعني اللي بيتفرجوا علينا يكونوا اهدى من كده شويه، ما يتعصبوش ما يتنرفزوش. الواحد يا كابتن محمود حضرتك عارف، انت كابتن محمود لو سبت نفسك في حاجات كتير جدا تعصبك، لكن انت كابتن ما ينفعش تتكلم لسببين. حضرتك ككابتن محمود صالح قيمه وقامه في النادي الاهلي، والحاجه الثانيه دور حضرتك في المجتمع ان حضرتك تهدي ما تولعش. هو طبعا ما شخص عادي بيقول حاجه على الوسائل التواصل الاجتماعي. التواصل الاجتماعي طبعا لما يكون نجم كبير بيأثر طبعا، شخص عادي منكم ما يأثرش. انما هي يعني هي هنا التصرف لما يجي من نجم كبير وليه اتجاه سلبي بيأثر بشكل كبير، وبرده لما يكون ليه تأثير ايجابي طبعا هيأثر بشكل كبير. طب ده دور بقى الاسامي الكبيره والمسؤولين واللعيبه الكبيره ونجوم الفرقتين القدامى والحاليين لما يطلعوا في وسائل التواصل الاجتماعي يطلعوا يتكلموا بشكل كويس وبحياديه، ما بقاش يعني ان انا عشان انا اهلاوي باين ان انا متعصب واحنا لا، دي مش ما بقاش كده يعني. احنا الاعلام يا كابتن ليه دور؟ طبعا يعني في برامج رياضيه ميديا؟ طبعا في برامج رياضيه بتعمل ايه يا كابتن؟ طبعا في برامج بتبقى متعمده انها تشعل الاجواء كلها بقى. تولع كابتن. طبعا الهدف يا كابتن مش عارفين يعني احنا حتى هنا بنطلع لما نيجي نتكلم، انا اتكلم عن نفسي انا يعني الموضوع كابتن مش مستاهل، الموضوع بسيط جدا، احنا على طول دايما بنتكلم براحه وبعقل وبهدوء، دايما عايزين نهدي الاطراف عشان ما يحصلش كارثه. يعني يا كابتن كفايه كارثه مباراه الاهلي والمصري اللي حصلت واستشهاد جمهور النادي الاهلي، فليه مصممين على نفس النهج ونفس السيناريو اللي احنا نسخن ونشعلل ونولع؟ موضوع يا كابتن احنا بنتكلم في حاجات مهمه وبنتكلم في حاجات تفيد المشاهد المصري سواء اهلي او زمالك. حضرتك اكيد مشجع الزمالكاوي بيتفرج علينا والاهلاوي بيتفرج، فده يستفيد وده يستفيد. صح. قناه الاهلي اللي هي ناس زمالكاويه بيتفرجوا على قناه. صح. مفيش مشكله. انت قدوه، انت بتمثل اكبر قمتين في مصر. فلازم انت كل حاجه محسوبه عليك، اي سلوك محسوب عليك، اي تصرف محسوب عليك. فان شاء الله نصيحتك يا زمان كانت الجماهير بتقعد مع بعضها زمان بقى كده. وبعدين قسموا على في فتره السبعينات تقريبا الستينات الجمهور ما فيش جانب اهلي وجانب زمالك. بس زمان يا كابتن محمود بقى خلاص الموضوع التفرقه وان الموضوع ولعيبه الاهلي تلاقي قاعده في نادي الزمالك ولعب يعني دلوقتي يا كابتن لو لعيب في الاهلي يعني بتكلم قصدي طبعا اهلي قاعد في الزمالك تصور على طول خيانه. ما ينفعش ما ينفعش والله يا كابتن. طيب نصيحه الكابتن محمود صالح برضه للجمهور الاهلاوي والزمالكاوي اللي هيكون موجود في المباراه. التزام، انتم بتمثلوا انديه كبيره، اكبر انديه في افريقيا، اكبر انديه في الوطن العربي، انديه لها تاريخ طويل. انت سلوكك يا اخي مع نفسك حتى يعني انت السلوك الكويس يعني مش مساله كوره حتى تاخد عليه ثواب يا اخي. يعني حتى من الناحيه الدينيه فوت سلوكك يبقى كويس اي حاجه كده. لا لفظ وحش ولا تعتدي على حد ولا ليه؟
ليه؟ كابتن محمود صالح، مباراه الاهلي والزمالك هل هي مباراه داخل الملعب ولا مباراه خارج الملعب؟ والكابتن محمود صالح ممكن يقول لي نسبه الملعب قد ايه ونسبه خارج الملعب؟ طبعا خارج الملعب بتكلم على المدربين وعلى الافكار وعلى قرايه الملعب وعلى التغييرات وعلى الكلام الكوره اللي حضرتك عارفه، فممكن كابتن محمود يقول لي جوه الملعب قد ايه وبره الملعب قد ايه؟ الاجهزه جديده ماشي، جهازين جداد. انا شايف دور اللعيبه من 70 ل 80%. مدرب واعكس بقى يعني من 20 ل 30 دور الجهاز الفني. هل حضرتك شايف ان مواجهه سربيه سويسريه هل ممكن يكون في يعني فكر يسيطر على فكره، ولا الامور بما ان هم اثنين جداد وبالتالي لسه هيكتشفوا بعض، لسه مش عارفين نقاط وقوه بعض؟ الزمالك عنده مشكله ان هو مش شايف القلق الاخير، وبالتالي ما عندوش اي تجميعات على النادي الاهلي، النادي الاهلي اتفرج على نادي الزمالك، وبالتالي نادي الزمالك حط مستر فايلر حط ايده، مش ده مش ماتش واحد، ده لعب الزمالك ماتشين تقريبا، ماتش بيراميدز في الكاس ولعب نهائي في ماتش نهائي الكاس، ولعب كمان في افريقيا، وبالتالي مستر فايلر عنده لقاءين مع ميتش مدرب الزمالك. فهل ده يختلف يا كابتن محمود كمدير فني وتقييمه للفريق المنافس؟ مفيش شك، طبعا هو هيتابع وهيدرس وهيعرض الكلام ده على اللعيبه. المهم اللقاء الاخير للزمالك مش مقياس، مش يعني مستوى. طب نهائي الكاس؟ لا يعني اقصد مستوى الزمالك كان سيء. انا بتكلم عند اللعيبه، كابتن بتكلم ليه على ماتش بيراميدز؟ الزمالك كان كويس، وانت لما تيجي هتقابل فرقه على بطوله اللي هيشوفوا الفرقه دي في ايه؟ في افضل حالاتهم ولا اكيد في افضل حالاتهم. اه كابتن الاثنين، يعني المدرب يتفرج على الحالتين عشان يبقى عارف. لا لازم تتفرج على افضل حالات. افضل حالات، مفيش مدرب يقول لك انا هاكد واشوف الزمالك وحش. طب ممكن يا كابتن مدرب يقول الزمالك وحش ليه؟ هل ممكن يكون عنده مثلا ان ما شاركش اللعيب الفلاني عشان يريح عشان ماتش الاهلي؟ احنا ممكن الاهلي والزمالك بيقابلوا بيشوفوا بعض طوال الموسم، مفيش مشكله. ماشي، انما انا بعد مباراه الزمالك دلوقتي. لا لازم اتفرج على الزمالك في افضل حالاته. ممكن هلاعب الاسماعيلي، وممكن وانت اللعيبه مباراه للزمالك مذاب تتفرج عليها، ممكن تبقى عادي. انما تركيز واعداد لمباراه، لا لازم تتفرج على الفريق المنافس ليك في المباراه القادمه اللي بعد يومين او اربع ايام او خمس ايام اللي هي جايه مباشره. تتفرج هم في افضل حالاتهم، مش لازم الفتره دي اجيب حتى من ماتشات الدوري. لازم في افضل الحالات طبعا، مفيش شك. طيب يا كابتن هنتكلم شويه، هنحاول على قد ما نقدر نتكلم على حته التشكيل بشكل عام، مش هتكلم حضرتك على التشكيل باسامي او بمسميات معينه سواء اهلي او زمالك، لكن هل حضرتك تعتقد ان مستر فايلر ممكن يبدا تشكيل مباراه السوبر اللي جايه بنفس تشكيل ماتش افريقيا الاخير، ولا ممكن يكون في بعض التغييرات زي ما انا قلت لحضرتك في البدايه، ولا ثبات التشكيل ده شيء مهم، ولا مش قاعده ثابته او مش قاعده لازم تكون موجوده على طول ان يثبت تشكيل؟ وكمان تأكد لي على بديل أيمن أشرف، هل وجود ياسر إبراهيم ده بنسبة كبيرة هو اللي هيكون موجود، ولا ممكن نلاقي مفاجأة؟ لا هو مش هيقدر يعني في فترة قليلة يجازف، وهيبقى ياسر إبراهيم هو الأقرب زي ما قلنا، رامي ربيعة راجع من إصابة. طب التشكيل يا كابتن؟ التشكيل ده يعني بنسبة 80% 90% هو اللي بدأ بيه الماتش اللي فات. ممكن يكون هذا التشكيل يا كابتن ده. طب هل يعني طبعا وجهه نظر حضرتك الكرويه الفنيه، هل حضرتك شايف ان ده التشكيل الانسب، ولا ممكن بعض العناصر اللي ممكن تخش ويبقى ليها يعني مثلا هل حضرتك متفق على مروان محسن انه يبدا من البدايه، ولا صلاح محسن بما انه ادى في اخر لقاءاته هدف ممكن يكون له دور من البدايه؟ هل حسين الشحات هل حضرتك شايف له دور من بدايه المباراه، ولا يكون ممكن موجود على المقاعد؟ ممكن يبدا، ممكن مروان محسن اكيد هو اللي هيبدا، اكيد هو اللي هيبدا. طب ليه كابتن احساسي؟ طب ليه ايوه حضرتك قلت احساسي، طب احساسك الفني بيقول ان هو بالك احيانا الواحد احساسه ما عرفش يفسره. صح يا كابتن، يعني حضرتك زي ما حضرتك قلت انت احساسي على الاهلي ان هو اجهز ومعنوياتنا احسن، بس لازم المدرب يكون عنده احساس. يعني رؤيه باحساس مش رؤيه واقعيه، انا شايف العده فايق بيأدي كويس واجيبه او هو ارشحه للمباراه. ممكن الاحساس ده ما اعرفش افسره. طب يا كابتن يعني نقفل مباراه الاهلي والزمالك، نتمنى التوفيق للنادي الاهلي طبعا لنادي الزمالك برضو، تطلع مباراه تليق بالقمه المصريه. كابتن محمود ملف منتخب مصر عشان برضو ايه يعني ده ملف مهم جدا، كل يوم يا كابتن بنصحى وبننام على اخبار كثيره جدا، اختيارات كثيره جدا، وتصريحات غريبه جدا، ويعني بسم الله ما شاء الله عندنا محللين على السوشيال ميديا بشكل كبير، الناس دايما بتحب تقول حاجه وتنتقدها في نفس الوقت، عايزين نشوف وجوه جديده. طب وجوه جديده ازاي؟ يجي هو ما عندوش خبرات. كابتن محمود صالح راجل لاعب دولي وراجل لاعب كبير في النادي الاهلي،
راي حضرتك في الملف المطروح لاختيار مدير فني منتخب مصر، هل حضرتك شايف ان الاسماء اللي موجوده هل دي اسماء تستحق تكون موجوده على الساحه طبعا، ولا ممكن يتم اضافه اسم او اسمين علشان حضرتك شايف ان هم دول انسب لقياده المنتخب في الفتره اللي جايه؟ هم حصل الموضوع في اسامي محدده، هم قالوا طب نقول احنا في قال الكابتن حسن شحاته بالظبط، والكابتن حسام البدري، والكابتن حسام حسن، والكابتن ايهاب جلال بالظبط، واعتقد ان اسامي الله اعلم يعني يمكن الاقرب هو ايهاب جلال. بص يا كابتن حضرتك، قبل ما نخش دلوقتي لقينا اختلاف في مجلس اداره اتحاد الكوره على اختيار الكابتن ايهاب جلال او الكابتن حسام حسن، وان مين كلم الكابتن حسام قال له تاخد مين معاك في الجهاز، قال له انا عايز الكابتن ابراهيم معايا ده اهم شيء، قال له طيب خلاص اتفقنا. الكابتن ايهاب جلال انا معاك، الكلام اللي بيتقال انا ما عنديش معلومه مؤكده خالص، الكابتن ايهاب جلال مصمم على جهاز فني محدد، الكابتن حمد ابراهيم والكابتن مصطفى كمال، الكابتن عماد متعب هيكون موجود مدير المنتخب، الكابتن محمد شوقي يكون موجود، سمعنا كلام الكابتن عبد الظاهر الساعه هيكون موجود. بص يا كابتن كلام رايح وجاي، انا عايز ابقى رايح راكب في الملف. ما هو كل واحد ليه حد ليه علاقه بيه ممكن يرشح حد. طب يا كابتن هي ليه علاقه ولا كابتن يعني سي في؟ ايه يا كابتن؟ هي بص شو عايز اقول لحضرتك حاجه. الفرقه فرق المستوى او الاداء مستوى اداء الحالي للمنتخب مصر نقدر نقول متوسط، ما هوش جيد ولا جيد جدا ولا ممتاز. فالمطلوب انا شايف الاكثر خبره في الاسامي المرشحه دي، خبره في الملعب ولا خبره, خبرة في التدريب وبطولات واسم وتاريخ. انما يعني يمكن انا شايف انا رايي الشخصي هو الاقرب، لو انا ليا يعني اختيار لا اقول حسام البدري. تقول كابتن حسام البدري، حضرتك شايف ان نجاحته مع النادي الاهلي تؤهله الى قياده المنتخب فنيا، وحقق بطولات مع النادي الاهلي، وحقق بطولات صعبه، وحقق افريقيا طبعا في ظروف صعبه. انت عايز حاجه تسند عليها. طيب بص يا كابتن، انت عايز حاجه تسند عليها. طب تجربه الكابتن سواء تاريخ بطولات حسام يقدر، حسام البدري عنده عنده حتى حقق بره مريخ السوداني، حقق بطوله وبطولات كتيره، حتى هو كان مدرب عام وبعد ما مسك هتلاقي بطولات كتيره، ممكن يكون حقق له 15 بطوله مثلا، تجربه الكابتن 20 بطوله. الجمهور يقول لحضرتك تجربه الكابتن حسام، لا انا بكلم الفتره ديت في وضع المنتخب ده ومستوى الاداء بتاع المنتخب ده نقدر نقول متوسط او اقل متوسط، لازم محتاج حد يكون داخل بقوه وبثقه. صح يا كابتن، تمام. عارف لو المنتخب ده اداؤه عالي وحد استلم مثلا بعد الفتره بتاعت الكابتن حسن شحاته، قد يكون لو في فتره زي دي مشابهه وهم يعني في حظوظ اكتر لايهاب جلال، مفيش مشكله. ايهاب جلال اللي يمسك مع جيل قوي حقق بطولات كتيره وثقه يقدر يحقق. انما انا شايف في المواقف الصعبه انت محتاج واحد يكون ليه تاريخ قوي يقدر يسند عليه، داخل بقوه، مش داخل انا عايز اثبت للناس ان انا مدرب كذا وصفاتي كذا وكفء من الناحيه الفنيه والوعي والتكتيك، لا ده انا المفروض الحاجات دي تسبقني، واعتقد دي متوفره في حسام حسن سوري في حسام البدري. طيب يا كابتن هل لو الجمهور بدون تحيز يعني خالص، لو الجمهور جه قال جمهور الكوره مش جمهور يعني فصيل معين، قال لحضرتك ان كابتن حسام كان ليه تجربه مع منتخب الاولمبي وما نجحش فيها، فممكن الكابتن محمود يرد عليهم يقول لهم ايه؟ ده مش مقياس او الاعمار او العمر السني للمنتخب الاولمبي مثلا، ما كانش دي تجربه من ضمن التجارب. بتكلم في كده، انا مش هنجح طول في كل حياتي يعني. خد بالك موضوع الاعمار السنيه ده صعب برضو، يعني بعد 17 سنه ما فيش بقى كشف طبي بتحديد الاعمار والكلام ده. فهتلاقي ال 97 دول مثلا لو افترضنا ان هم 20 سنه هتلاقوا فيهم 23 و24 و25 في افريقيا. في افريقيا فرقه 99 اللي هي كانت داخله على بطوله 20 سنه، كانت عندها 19 سنه وهتلعب بطوله افريقيا 20 سنه، اللي كان متولي المسؤوليه الكابتن حمد الصيد. اللعيبه وهي كانت بتوع 97 وهم بيلعبوا 99. يعني وهم بيلعبوا بطوله 97 كان الباسبورات بتاعتهم معموله 99 عشان يلعبوا البطوله دي ويلعبوا البطوله دي. تمام؟ يعني بتبقى خدعه شويه موضوع الشباب والناشئين في كلمه تزوير صعبه، بس هي تزوير. تزوير في الاعمار السنيه. يعني لا دي موضوع تاني خالص. دي موضوع تاني. ليها مشاكلها دي لوحدها عشان موضوع الاعمار السنيه. طيب يا كابتن يعني برضه مش مقياس يعني لقياس مستوى مدرب او حاجه، مش 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 مش
مش مقياس حقيقي يعني. طيب اخيرا يا كابتن برضه عايز اعرف راي حضرتك في مشوار النادي الاهلي في بطوله الدوري العام. الاهلي عنده اول مباراه ان شاء الله هتكون يوم 23 امام سموحه في استاد الجيش ببرج العرب. راي حضرتك في بدايه النادي الاهلي والقرعه. الاهلي عنده سموحه، اسوان، الجونه، دجله، يعني بنتكلم على لقاءات يعني قويه، لكن لقاء الزمالك هيكون اللقاء الرابع. فشايف حضرتك القرعه، قرعه مش موجهه، قرعه بتحط اهلي وزمالك في المباراه الرابعه، اهلي وزمالك في اقل من شهر هيلعبوا مرتين ضد بعض. هل حضرتك شايف البدايه الاهلي امام سموحه بدايه تكون عامله ازاي؟ هو في ناس، اغلب الناس يقول لك اصل اول مباراه في اول اسبوع او اول مباراه في الدوري اصل الفرقه لسه مش جاهزه، بعد ثاني اسبوع الفرقه مش جاهزه، اصل الفرقه عايزه اربع خمس مباريات. صح. لا الكلام ده غلط مستر. تمام. انا بقول لك صح طبعا. يعني الكلام ده غلط مفيش شك يعني. انت بتحط بتخطط تمام مستوى تدريبك والاحمال التدريبيه. صح. والبرامج التدريبيه، انك مع صفاره الحكم مع اول ثانيه بتبقى في التوب فورم بتاعتك كل لعيبتك. دي مسؤوليتك. انما مش لازم استنى عليك ست اسابيع تقول لي بقى ولا خمس اسابيع لما اللعيبه بتجهز. فانت بقى هتلاعب مين؟ دي مش مشكله، مش شايفها فيها مشكله. فرقه قويه فرقه ضعيفه المفروض ان تكون في افضل حالاتك. حالتك مش حاله تدريبيه، ده الحاله التدريبيه المثلى المثاليه اللي هي الفورم الرياضيه تبقى في اعلى مستوى ليها. فانا الجدول بقى زي ما يطلع كده انا جاهز. مش اقول لك اصل اول ماتشين يا كابتن في الدوري، انا محظوظ الدوري الانجليزي بداوا الاسبوع الاول كانك كابتن في الاسبوع ال20. شفت يا كابتن القوه والحماس عامل ازاي؟ ما ده اللي اتعلمناه. يعني ده اللي اتعلمناه، انك تبدا مع اول دقيقه مع اول مباراه رسميه كل اللعيبه في افضل حالاتها في التوب فورم بتاعها. انما ما فيش بسيطة بقى يعني، لو تجي لنا فرق بسيطه او فرق اقل شويه مع البدايات قبل ما نجهز بدنيا ونجهز، ما انت تعمل ايه؟ انت بتخطط ليه؟ ان ليفربول جاب 97 نقطه وخسر بنقطه، خسر ما فيش يعني في الاربع دوريات الثانيه الايطالي والاسباني والفرنساوي والالماني البطل ما جابش 97 نقطه. يعني البطل ده ليفربول جاب 97 وخسر البطوله. بالظبط. فاحنا بنتكلم كابتن مباراه نوريتش سيتي مع سيتي. سيتي شفت يا كابتن الفرقه صاعده بالدرجه الثانيه. بص الاداء عامل ازاي. بس عايز اقول لك على حاجه كمان بقى، الجميل ان نوريتش سيتي كسب، خسر المباراه الاولى امام ليفربول باربعه، وخسر من تشيلسي بتقريبا ثلاثه او اربعه. تمام. فالمدرب بيطور من نفسه وعارف ايه اخطائه وبدا يشتغل عليها، وكمان مجلس الاداره او مش مجلس الاداره، الناس المختصين بكره القدم في نورويتش سيتي صبروا على المدرب، ما فيش اقالات، ما فيش يا كابتن بقى كلام سلبي في ما انا بقول لحضرتك ده حاجه غريبه جدا، بيلعبوا اقوى فرقه في العالم السيتي يا كابتن. اقوى من برشلونه كابتن وريال مدريد السيتي، يعني بنقول من اقوى. انا بسال يعني كابتن. لا انا بسال يعني حضرتك بتشوف جوارديولا فنان عالي قوي كده لدرجه ان حضرتك تقول عليه في وجود ميسي طبعا، وجود كريستيانو ورونالدو، لا كان اعتقد يعني نقدر نقول برشلونه سابق بخطوه بخطوتين يعني، انما هي من اقوى الفرق في العالم. لكن يا كابتن الدوري ان شاء الله الاهلي يستعد لايا كان مين هو القرعه، ايا كان مين هو هيجي مدرب برضه يطلع، وهيجي مذيع بيعلق ويقول لك اصل احنا في اول اسبوع في الدوري لسه الفرق ما جهزتش. خلاص اتفرج على الماتش من غير صوتك يا كابتن. لا لازم اللعيبه، لازم انت مسؤول عن فرقه، لازم من اول دقيقه تكون مجهز الفرقه في اعلى مستوى. كابتن محمود صالح بشكرك شكرا جزيلا، يعني شرفتنا وطيب. انا مستمتع بوجود حضرتك معايا يا كابتن محمود. انا مستمتع معاك. ربنا يخليك يا كابتن محمود، ما تحرمش حضرتك ابدا. وصلنا مع حضراتكم لنهايه حلقه اليوم من الاهلي الليله، لسه مكملين معاكم في قناه النادي الاهلي، وزي ما حضراتكم متعودين الساعه 11 ان شاء الله برنامج ملك وكتابه تستمتعوا بيه زي ما احنا دايما بنستمتع بيه. نشوفكم دايما على خير، والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته.